هي عناصر عدة تتداخل إذن في العالم أجمع، هذه العناصر التي تحمل بين طياتها الكثير من الملفات والمحاور التي تشكل قضايا شائكة أو تحديا وقاسما مشتركا لكافة دول العالم، سواء فيما يخص الاقتصاد، ملفات الصحة والنظم الصحية، الملفات التعليمية، وأيضا المستويات الاجتماعية المختلفة. مجابهة الفقر، مجابهة الفساد، مجابهة التطرف والفكر المتطرف، إذن هي قضايا تشكل رغبة ملحة من شباب العالم وقادته والفاعلين فيه للخروج بحلول وقواسم مشتركة يتشارك فيها الجميع من أجل تنمية مستدامة ومن أجل حماية كوكب الأرض من كل ما يواجهه من آثار سلبية، سواء على المستوى من تغيرات مناخية، من إرهاب، من تهديد للأمن والسلم ومناطق الصراعات المختلفة، أو الحفاظ على ثرواته ومقدراته بيد أبنائه وأبناء شعب كل الدول. الأبعاد الاقتصادية ربما هي الأبرز الآن، وتحدثنا بها في هذه الجلسة العامة الرئيسية التي كان رئيسا واضحا بحضوره وبآرائه المختلفة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الكثير من الفاعلين في هذا المجال في دولهم. دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي ينضم إلي عبر الهاتف. دكتور مصطفى، يعني ملف اقتصادي هام أثاره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء فيما يتعلق بجائحة كورونا أو إجراءات سبقت من إجراءات للإصلاح الاقتصادي في الداخل المصري، وكيف كانت نموذج ناجح إلى اللحظة التي نتحدث بها، ومن ثم ربما كان الكثير من دول العالم يريد أن يخطو بنفس الخطوات التي تنتهجها مصر الآن. مساء الخير لحضراتكم، واسمحي لي بقدم التحيه لحضرتك ولكل المشاهدين. طبعا النهارده السيد الرئيس بيعدل الوصف لكل الاصلاح الاقتصادي اللي قامت بيه مصر طبعا من اكثر من 6 سنوات. وطبعا كانت ظروفنا مختلفه نظرا للتداعيات الاقتصاديه اللي مرت بيها مصر بعد 2011. وطبعا ده كان ليه ابعاد اقتصاديه متشابكه مع العالم الخارجي نظرا لجائحه كورونا اللي احنا شفنا كان ليها تاثيرات كبيره جدا على الاقتصادات كلها، سواء المتقدمه او حتى معدلات الدول اللي هي بنسميها الاسواق الناشئه. نعم. كان بنتكلم النهارده فخامه الرئيس وبيقول قد ايه نموذج مصر حقق نجاح بناء على برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي انتهجته مصر. يعني احنا الحمد لله بظروفنا واوضاعنا الاقتصاديه في برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي احنا اتكلمنا عنه في 2016 وابتدينا، كنا امامنا العديد من التحديات. التحديات بتاعتنا كانت ليس في بعض من المناطق الاقتصاديه، يعني مثلا ما كانش عندنا معدل النمو فقط، لا ده كان عندنا مؤشرات التراجع الاقتصادي اللي هي اسقطتنا في دوائر كثيره من التشابكات الاقتصاديه، يعني زي التجاره العالميه عندنا للاسف تقلت، التصدير عندنا قل، للاسف كان عندنا العديد من التشابكات الدوليه خروج الاستثمارات او ما شابه لذلك. اجتزنا كل ده الحمد لله بفضل ربنا والقياده السياسيه، وابتدينا نحقق معدلات نجاح بمعدلات تنميه ليس معدل نمو فقط وصلنا به السنه دي لقرب 3.5%، لا ده احنا كمان بنعمل تنميه مستدامه وفق برنامج الامم المتحده. نعم. بالمثال ان احنا وصلنا لرؤيه 2030 بناخد فيها خطوات تحقق نجاح ومؤشرات تزيد من معدلات التنميه للمجتمع المصري. النماذج اللي فخامه الرئيس النهارده كان بيتحدث عنها ورؤيه مصر العالم اشاد بيها في العديد من الشهادات وايضا من التوثيق العالمي مثل البنك الدولي او صندوق النقد الدولي، واشهرهم برنامج حياه كريمه، ازاي احنا بنقدم نماذج للعالم ان احنا بنتبنى الارتقاء بالمجتمع المصري كله باستثماره استثمار جيد. واعتقد النهارده الحضور سواء العالمي من الصين او من امريكا او ممثلي الدول العالميه بيشهدوا لمصر شهاده ان الشعب المصري بتماسكه ووحدته ورؤيته انجز العديد من المشروعات القوميه
اللي هي زي ما بنسميها كده انجاز باعجاز. ليه؟ لان الفترات اللي تم فيها المشروعات دي كلها النهارده بتحتاج من الاوقات اللي هي بتمتد ل10 سنوات. ده نعم. نجاح كبير جدا، واعتقد النهارده النموذج ده اذا تم فعلا من المنتدى الشباب ياخدوا صوره للعالم الخارجي قد ايه بنوثق مجهودنا، ده نجاح كبير بالنسبه لنا في حركه التسويق العالمي. نعم، منصه عالميه اصبح بها منتدى شباب العالم، واصبح الاقبال كبيرا يزداد عاما تلو الاخر. صحيح انه على مدار دورتين لم ينعقد نتيجه الجائحه، جائحة كورونا وما أصاب العالم من ربما حواجز يعني فرضت عليه حتى لو كانت حواجز افتراضية نتيجة هذا الفيروس وما شهدناه، لكن أيضا النجاح المصري في هذا التنظيم والحرص التام على حضور كافة الفاعلين أو كافة من يمثلوا دولهم بالشكل والنسب المحددة وفق إجراءات احترازية للمشاركة في مثل هذه الفعالية. إذن ما تتوقعه فيما هو قادم؟ يعني كيف سيتحرك العالم إذن؟ ما تنتظره من توصيات في ضوء الجلسات التي ستنعقد على مدار انعقاده؟ خلينا نقول يا فندم إن الجلسات دي طبعا بتبقى عملية توثيق من القائمين عليها، ولكن خلينا نوسع الدايرة شوية. منتدى شباب العالم بيثبت إن الشباب المصري النهارده بيوثق وثيقه عالميه بنسميها استراتيجيات للعالم في كيفيه بعض من الرؤى او بعض من الاراء اللي ممكن تسجل تبقى بصيره للحكومات والقيادات العالميه، وايضا ان ينتهجوا نفس النهج اللي احنا بنتحدث عنه. نعم. كثير من العالم حضراتكم اكيد بتتكلموا الوضع الاقتصادي ملموس داخل المنصه الخاصه بمنتدى الشباب. ولكن كمان خلونا نقول ان احنا بنوثق ان الجيل القادم من شبابنا اللي هم هيحملوا الرايه لاداره الدول منهم مصر بيتناقشوا النهارده بحريه امام القياده السياسيه بوضع عدد من الجلسات في ارائهم الاقتصاديه، برامج التوعويه الاجتماعيه، النهارده بنتكلم ازاي يكون لينا مشاركه مع الدول العالميه، الصوت مسموع من الشباب المصري اللي هو بيدعو للمنصه النهارده قد ايه ترتيبها ازاي نثق مع العالم الخارجي. ده يا فندم بنسميه المردود الاقتصادي. هيتشابك الشباب مع العالم في قيادته السنوات والعقود القادمه، فدي الرؤيه النبته اللي بيضعها السيد الرئيس. قياده الشباب دي النهارده في المنصه دي وتكوينها وتشابكها مع القيادات والحكومه والمسؤولين العالميين ده اللي هيوثق حركه الاستثمار. مسار العالم النهارده يا فندم اصبح يعني زي ما بنسميه كده تكاتف بيد واحده. لو ما كناش متكاتفين مثل جائحه كورونا وازاي يكون ليها علاج واحد، اعتقد ده هيكون مردوده على المجتمع والشعوب مردود سلبي. نعم. اعتقد المنصه ناجحه وان شاء الله تحقق من المزيد لرؤى للحكومات الخارجيه. التكامل والتشارك اذا هو العنوان للمرحله الجديده التي يخوضها العالم. ده اسمحي لي، هو ده فعلا العنوان البارز اللي حضرتك يعني مشكوره بتبرزيه لكل مشاهدينا الكرام. كيفيه تكاملنا سواء داخليا كمجتمع، النهارده حضراتكم كلكم بتشوفوا الشباب ده نموذج، سواء بقى من الريف، سواء من الحضر، سواء من المحافظات، كل الجامعات، كل الأطراف السياسية، والتشابك أيضا مع العالم الخارجي، التشابك الفكري، ما بيسمى في علوم الإدارة العصف الذهني. نعم. كيفية الإدارة الحكيمة لكثير من الموضوعات برؤى أفكار شباب. النماذج اللي حضراتكم بتتكلموا عنها النهاردة، الشباب اللي هم بيصرعوا العالم في خطاهم نحو الإسراع في العلم أو الأبحاث أو ما شابه لذلك، والنماذج اللي جايباها المنصة المنتدى الشباب العالم النهاردة نماذج فعلا يحتذى بها. فعلشان كده التكامل ما بيننا والتشابك ما بيننا الفكري هو دي النماذج اللي بتعبر. نعم. حتى لو كانت القضايا والملفات اجتماعية لكن أيضا لها الأبعاد الاقتصادية، وهو ما يظهر جليا في المبادرة الرئاسية بحياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرية. أشكرك جزيل الشكر دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي وخبير أسواق المال.